أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا. مرقس 18. مرحبا وأهلا بكم مرة أخرى في دراستنا للكتاب المقدس. نرحب بالجميع في البث الإذاعي، ونريد أن نعطي ترحيبا خاصا لكل مستمعينا في اللغة العربية. إذا كانت هذه البرامج سبب بركة لك، فإننا حقا سنقدر وسيسعدنا أن نسمع منك. هذه هي الدراسة رقم 18 من سلسلتنا في إنجيل مرقس. في المرة السابقة كنا قد أنهينا إنجيل مرقس الإصحاح 2، وكيف أن الله قد تكلم عن اليوم السابع أو يوم السبت. في هذه الدراسة سنبدأ في الإصحاح 3، حيث يستمر الله بالتكلم عن يوم السبت. لنقرأ الآيات الخمس الأول لنبدأ دراستنا. ثم إلى المجمع، وكان هناك رجل يده يابسة، فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه. فقال للرجل الذي له اليد اليابسة: قم في الوسط. ثم قال لهم: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو قتل؟ فسكتوا، فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم، وقال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. مرة أخرى: إنه يوم السبت كما هو مذكور في العهد القديم. يدخل يسوع إلى المجمع. إن المجمع هو مكان تجمع اليهود ليستمعوا إلى العهد القديم الذي يقرأ هناك عليهم. ففي العادة يجتمعون في المجمع يوم السبت، اليوم السابع من أيام الأسبوع. كان يسوع يعلم في المجمع، وكان المشرعين الدينيين في المجمع أيضا، وكانوا يراقبون الرب يسوع. نقرأ هذا في الآية 2: فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت.